تقديرا لما حققوه من إنجاز رياضي ساهم في رفع اسم مصر عاليا في واحدة من أبرز المنصات الرياضية الدولية، نظمت محافظة القاهرة حفلا لتكريم أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أولمبياد طوكيو من أبناء محافظة القاهرة، وهم فريال عبد العزيز وأحمد الجندي وجيانا فاروق، والذي يعد التكريم الثاني لهم من جانب الدولة بعد التكريم الأبرز من رئيس الجمهورية، بما يمثل حافزا كبيرا لهم وبما يعكس اهتمام الدولة بأبطالنا في شتى المجالات الرياضية. تشرف محافظة القاهرة اليوم بتكريم أبناء مصر المتفوقين عالميا اللي رفعوا طبعا يعني اسم مصر عاليا في جميع المحافل الرياضية الدولية. شرف عظيم اليوم ان محافظة القاهرة تلتقي بأبنائها وتكرمهم، وطبعا زي ما ذكرت ده يعني اي تكريم لن يوفيهم حقهم لهذا العمل والجهد البطولي الكبير اللي خد منهم جهد كبير عشان يوصلوا بهذا الإصرار إلى التفوق العالمي، ويبقى دايما علم مصر مرفوع في كل المحافل وخاصة المحافل الرياضية. الدولة كلها مهتمة طبعا بالرياضة والشباب وتنشئة الشباب رياضيا من أجل تأهيله لمستقبل يعني يتحمل مسؤولية البلد. تكريم سيادة الرئيس وإصراره على إطلاق أحد المحاور على اللعيبة ريال أشرف اللي شرفتنا النهاردة وشرفت مصر كلها، ده أبلغ دليل وأبلغ رسالة على تقديره واهتمامه بالرياضة والرياضيين وتكريمه للمتفوقين دائما رياضيا. كما تضمن الحفل تكريما للطلبة المتفوقين من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة، تقديرا أيضا لنبوغهم التعليمي بعد حصولهم على أعلى الدرجات في القسمين العلمي والأدبي. أكيد طبعا سعيدة جدا ومبسوطة. يمكن من الحاجات الحلوة أنك تلاقي مؤسسات الدولة حريصة على أن هي تكرم كل الشباب المتميز عامة في أي مجال من المجالات، مش شرط بس الرياضي. فأكيد سعيدة جدا جدا بالتكريم وسعيدة بتواجدي هنا في المحافظة، يعني في المحافظة حاجة مشرفة وحاجة أنا أفتخر بيها جدا أن حققت الميدالية الفضة في الأولمبياد لمصر، وحاجة أنا أفتخر بيها برضو أن أنا يعني قدرت أفرح الشعب المصري، وده كان بالنسبة لي كان حلم طبعا أن أنا أحقق ميدالية في الأولمبياد، والحمد لله اتحقق. ويعني إن شاء الله برضو الفترة اللي جاية تبقى أحسن يعني إن شاء الله. شكرا على التكريم الأكثر من رائع ده، يعني فعلا بيحسسنا بقيمة الإنجاز اللي احنا عملناه، بيخلينا احنا يعني قدام اللي احنا نأمل اللي احنا نكون أحسن وأحسن، بيخلي كمان يعني إن اللعيبة الصغيرين اللي هم يلاقوا فعلا في تكريم وفي اهتمام باللعيبة اللي بتعمل إنجازات، ده يخليهم اللي هم يأملوا اللي هم يعملوا حاجة زي كده. طبعا يعني حاجة كبيرة بالنسبة لينا، حاجة اهتمام عامة زايد عن الفترة اللي فاتت، خصوصا الألعاب الفردية اللي كانت مظلومة شوية، بس خصوصا فترة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حسينا بدعم كبير للرياضة، حسينا بدعم كبير للرياضة بشكل عام، فالدنيا بقت أحسن، قادرين إن احنا نعمل إنجازات، إنجازات مش بعيدة طول ما في الدعم القائم على ده. بيحفز، بيمثل الدافع وحافز ليهم إن هم يتفوقوا، يعني لما الواحد يتفوق ويتعب يقول لا أنا عايز أتعب زيادة عشان أقابل سيادة المحافظ أو عايز أقابل سيادة الوزير، فطبعا بيبقى حافز ودافع كبير. بيمثل لي فخر طبعا إن أنا موجودة مع سيادة المحافظ، وحاسة إن أنا يعني اتكرمت فعلا من الدولة، وانا دي بالنسبه لي هي البدايه يعني، او هي خطوه في مشواري، لان انا لسه عندي طموحات اكتر بكتير ان شاء الله. وبحب اشكر طبعا سياده المحافظ على التكريم اللي هو عامله لنا ده. اكيد طبعا، لا والحقيقه تكريم لائق جدا، انا ممتن جدا اللي عمله اللي هو خالد، ولا الحمد لله ده تكريم جميل وان شاء الله يبقى دافع باذن الله لمزيد من التفوق باذن الله. ايه والله حاجه كويسه جدا ونشرف بيها، والحمد لله عندي الدولة مهتمية بالمتفوقين يعني بتكرمهم وكده، والحمد لله على كل شيء يعني الفضل كله ربنا. شمس الدين العربي لبرنامج على مسؤوليتي.